السلام عليكم خالتي، ان شاء الله ان شاء الله تكون لاباس. عندنا اليوم اي دروب شرحته من قبل، ولكن اعيد الشرح هذا الاي دروب لانه مهم. لو كان الاي دروب عيان او سكام او كان يعني اي دروب ليس قوي، ما كنت نشرحه ثاني مرة او ثالث مرة. كما تلاحظوا، اولا تدخلوا لهنايا، تضغط لوجن، طريقة سهلة وبسيطة. قبل ذلك، قبل ما ندخلوا لوجن، نقوم بالتسجيل. أول شيء نسجل على الموقع. كيف نسجل؟ سوف أريكم. ريجستر، نضغط هنا. بعد ذلك تأتيكم هذه الواجهة. تأتيك هذه الواجهة أخي، تتركها الخانة الأولى والثانية كما هي، وهنا تضع الإيميل، الاسم تاعك، الباسورد، ثم تعيد الباسورد، سبميت فقط. بعدها تؤكد الحساب أو لا تؤكد، نسيت على البوت إيميل. إذا طلب منك تأكيد الحساب أكده عادي. بعد ذلك نذهب إلى الموقع الخاص بنا، ندخل نضغط لوجن. وندخل الموقع، نذهب إلى تويتر خاص بهم. هنا تصوت، تصويت أنا صوت على هذه الخانة كما تشاهدون، إلى تويتر وجام، وتأتي إلى هنا مثلا باش تكتب، إلى تويتر نكتب هنا شيء جود بروجي أو شيء تحفيزي. أوكي، إلى تويتر. بعد ذلك تعود الموقع، تذهب إلى التليجرام الخاص بهم، تتابع الأحداث، يعني متى ينزل أي دروب، هناك جديد، العملة طلعة أو نزلة، هل تستطيع التحويل، كيف تحويل، كل ذلك تجده على التليجرام المتابعة. وثاني شيء، أول ما يهبط الأي دروب سوف أقوم بفيديو عليه وأنشره على القناة، مثل اي دروب الذي وضعته على عبر التيك توك وغير ذلك. بعد ذلك نعود ايضا، هنا تليجرام خاص بهم، هكذا. هنا بانك سواب، بيزي سكان لتحويل عملة، أو نأتي بالعقد هنا مثلا، نذهب للبيزي سكان، نضغط، هذا هو رابط العقد العملة. ماذا نفعل؟ نضغط هنا فقط كوبي، ونذهب إلى تويس واليت، نضغط هنا، نضيف العملة، تأتي أوتوماتيكيا هكذا. العملة تساوي الآن كما تشاهدون 84 دولار، يعني تقدر تقول 85 دولار، والعملة في تصاعد، لأن البيتكوين عملة الآن راهي لديها صعود. الله يبارك، كما قلت لكم هكذا. وهنا بنك سواب، إذا نزلت العملة
تستطيع تحويلها أو استبدالها وبيعها كما تلاحظوا. شاركوا الرابط بأقصى درجة، ما تقلقوا ما والو، ادخل تأتي بالرابط الإحالة الخاص بك، هاوليك رابط الإحالة الخاص بك، تضغط كوبي وتذهب إلى قنوات قنوات المجموعات في اي دروب وربح بالإنترنت على الفيسبوك، تنشر الرابط، تكتب يعني شيء تحفيزي، هذه العملة جيدة كذا وكذا، وتنشر الرابط تاعك. ولا عندك قناة يوتيوب تنشر على اليوتيوب، ولا حتى ولو كاين قنوات تاع اليوتيوب اللي عندهم قنوات، مثلا القناة تاعي ولا أي قناة، تقدر ترفد الرابط هذا وتحط الرابط تاعك وتقول لهم مثلا مش انت تروح تحكم الرابط، ديرو تحت الاي دروب اللي راك حديرو انت. كاش اي دروب مثلا جديد هبط، تكتب تعليق لتحت تحفيزي وتكتب وتنشر رابط الاختصار تاعك، تضعه على القناة وتكتب لهم هذه عملة جيدة كذا من هنا، واختار القنوات اللي فيها بزاف يعني عدد المشتركين فيها بزاف. المهم كان هذا الشرح خاوتي، العملة جيدة، انا عندي درك 4 قطع و70، صافي دير 4 قطع يعني 4 قطع 70 على 85 دولار. وكما نقولوا هو اول ما تعمل اي دروب يعطيك قطعة ونصف، احسب انت قطعة ونصف 84، نقول 85 دولار، اقسمها تفتح لك واحد 120 دولار هكذا كل شحال. المهم هذا هو الشرح خاوتي، انشروا الفيديو هذا مع الاصدقاء وشاركوا رابط الإحالة تاعكم مع الأصدقاء، والسلام عليكم، ما تنسوش تنزلوا تحضيروا نجام.